السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في السكشن الرابع من ماده المحاسبه الضريبيه 2. في السكشن ده بنتكلم عن فصل بعنوان المعامله الضريبيه للفوائد المدينه والدائنه وتحديد تكلفه التمويل. الفصل ده بنتكلم على 3 نقاط اساسيه، وهي رقم 1 المعامله الضريبيه لفوائد المدينه، رقم 2 المعامله الضريبيه لفوائد الدائنه، رقم 3 المعامله الضريبيه لتكاليف التمويل والاستثمار للايرادات المعفاه او غير الخاضعه للضريبه. طيب مع بعض كده وهنتكلم واحده واحده. رقم 1، المعاملة الضريبية لفوائد المدينة. قبل ما ناخد المعاملة الضريبية، يعني إيه فوائد مدينة؟ أنا كشركة أو كمنشأة لما باجي آخد فلوس أو أنا محتاج فلوس أستثمرها في نشاطي الأساسي أو في أي أنشطة أخرى، فأنا قدامي طريقين أحصل على الفلوس دي من خلالهم، إما التمويل الداخلي عن طريق أصحاب الشركة أو المساهمين في الشركة هما اللي يدوني الفلوس دي، أو التمويل الخارجي عن طريق اني بلجأ للقروض او السندات. تمام، ففي حالة ان انا لجأت للتمويل الخارجي واخدت قرض او سند، فالقرض او السند دول لازم ادفع عليهم فايدة، وانا لما اخد القرض بدفع فايدة، صح كده؟ طيب الفايدة دي بنسميها فوائد مدينة، وهي بتعتبر ايراد ولا مصروف؟ انا بدفعها مش باخدها، فهي بتعتبر بالنسبة لي مصروف. طيب يبقى إذا فوائد المدينة هي كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من قروض وسلفيات أيا كان نوعها والسندات وأي صورة أخرى من صور التمويل من خلال أوراق مالية سواء بمعدل ثابت أو متغير. حلو، طب إيه المعاملة الضريبية بقى لفوائد المدينة كمصروف؟ قال لي بنفرق ما بين حاجتين، هل اللي أخد القرض ده ودفع عليه فوائد مدينة والسند بنوك أو شركات تأمين أو شركة أصلا نشاطها الأساسي هو التمويل، ولا شركة أو شخص اعتباري مش له بنك ولا شركة تأمين ولا ده نشاطه الأساسي؟ هتفرق في إيه؟ قالك لو اللي قدامي أو الكيس اللي قدامي نتكلم في بنك أو شركة تمويل أو شركة ده نشاطها الأساسي، فمصلحة الضرائب تقول لك الفوائد المدينة دي هعتبرها كلها مصروف معتمد ضريبيا بالكامل، عوائد مدينة واجبة الخصم، يعني مصروف معتمد ضريبيا بالكامل. طيب لو مش ده نشاطي بقى الأساسي وأنا بدفع فوائد مدينة، ماشي احنا هنعتبره مصروف معتمد ولكن لما تتحقق فيه الشروط دي. ايه بقى الشروط اللي حطيتها مصلحة الضرايب علشان تعتبر الفوائد المدينة اللي دفعتها الشركة مقابل الحصول على قروض وسلفيات أو سندات مصروف معتمد ضريبيا؟ قال لي رقم 1، أن يكون القرض حقيقي. خلي بالك من نقطة، هو في شروط لازم تتوافر في القرض نفسه اللي أنا بدفع عنه فوائد مدينة، وشروط تتوافر في الفوائد المدينة اللي أنا بدفعها. فتعالى ناخد الشروط بتاعة القرض. قال لي أن يكون القرض حقيقيا فعليا وليس وهميا أو صوريا، يعني أنا واخد القرض بالفعل وبدفع فوائد بالفعل مش مجرد كلام على ورق أو مجرد نية إن أنا أخد القرض. النقطة التانية، أن يستخدم القرض في نشاط الشركة، يعني ما يبقاش صاحب الشركة رايح ياخد قرض يستخدمه في نشاطه الشخصي، يجيب له سيارة لاستخدامه الشخصي ويحط الفوائد المدينة بتاعته من ضمن المصروفات بتاعة الشركة. لا، مصلحة الضريبية يقول لك في الحالة دي فوائد المدينة دي لا تعتمد ضريبية. الشرط الثالث في القرض إنه القروض والسلفيات اللي الشركة واخداها ما تزيدش عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. ما تزيدش عن ايه؟ 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. يعني ايه؟ يعني انا هجيب متوسط حقوق الملكية اضربه في 4 وقارن الناتج بمبلغ القروض والسلفيات اللي الشركة بتدفع عليه فوائد مدينة. هو كل ده بيدوري في المسألة. تمام؟ ماشي. فلو في زيادة يبقى الفوائد المدينة اللي بتدفع عن الزيادة لا تعتبر مصروف معتمد ضريبيا. حلو كده؟ تمام. دي كده بالنسبة لي الشروط بتاعة القرض. وطبعا الشرط الأخير ده مهم جدا، ركز معايا عشان هيفرق معانا واحنا بنحل. طيب بالنسبة بقى للشروط اللي لازم تتوفر في الفوائد المدينة نفسها، الشرط الأول وده مهم جدا جدا جدا، ألا يزيد مبلغ العوائد المدينة عن مثلي سعر الخصم والائتمان المعلن لدى البنك المركزي في بداية الفترة. إيه سعر الخصم والائتمان؟ سعر الخصم والائتمان هو بيدولك في المسألة اللي هو المعلن لدى البنك المركزي، بس خلي بالك لو ادالك اكتر من سعر فانت هتاخد السعر اللي هو في بداية العام، ودي نقطة مهمة جت في امتحان سابق. تمام؟ طيب حلو.
معانا سعر الخصم والائتمان المعلن للبنك المركزي في بداية العام، هاخده واضربه في 2 وهقارن الناتج اللي طالع بمبلغ الفوائد المدينة اللي عندي. لو في زيادة، يعني لو فوائد المدينة اللي عندي أكبر من مثلي سعر الخصم والائتمان، يبقى الزيادة ديت بتعتبر مصروف إيه؟ غير معتمد ضريبيا. الشرط اللي بعده اللي لازم يتوفر فيه الفوائد المدينة إنها ما تكونش مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة. يعني أنت لو رحت أخدت قرض من شخص طبيعي غير خاضع للضريبة أو معفي ودفعت عليه فوائد مدينة، مصرف الضرائب قالت لسعادتك إن فوائد المدينة دي بالنسبة لي مصروف غير معتمد ضريبيا. الشرط اللي بعده إنه بيتم خصم الفوائد الدائنة التي حصلت عليها المنشأة إذا كانت هذه الفوائد غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها. يعني إيه؟ يعني مصرف الضرائب بتقول لحضرتك قبل ما تحط لي الفوائد المدينة من ضمن المصروفات بتاعتك، بص على الفوائد الدائنة اللي حاططها من ضمن الإيرادات اللي هي الفوائد الدائنة إيه؟ غير خاضعة أو معفاة، واخصمها الأول. فدي كده الشروط اللي لازم تتوافر في الفوائد وفي القروض علشان نعتبر الفوائد المدينة معتمد ضريبيا. لاحظنا إنه أهم شرطين رقم 3 و4 إنه مبلغ العوائد المدينة ما يزيدش عن مثلي سعر الخصم والائتمان المعلن لدى البنك المركزي في بداية العام. الشرط الثاني إنه العوائد المدينة ما تكونش مدفوعة عن قروض وسلفيات تزيد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. طيب تعالى نحل مع بعض تمرين رقم 1. بيقول لي بفرض أن رصيد القروض والسلفيات المستحقة لأحد الشركات في أول العام 2021 بلغ 8 مليون جنيه وعبارة عن قرض حصلت عليه الشركة في العام السابق بمعدل فايدة سنوي 10.5%، وحصلت الشركة خلال العام على قرض من أحد البنوك في بداية منتصف العام مبلغ 20 مليون جنيه معدل فايدة 11% سنويا. فإذا علمت ما يلي: 1. بلغت إجمالي فوائد المدينة المستحقة على القروض والسلفيات المحملة على قائمة الدخل 1,940,000 جنيه، وهي عبارة عن 840,000 جنيه فايدة مستحقة على القرض من العام السابق والذي يمثل رصيد أول المدة، و1,100,000 جنيه فايدة مستحقة على القرض حصلت عليه الشركة منتصف العام من أحد البنوك معدل فايدة 11%. الحاجة التانية بيقول لي متوسط حقوق الملكية للشركة 2.5 مليون جنيه. الحاجة التالتة سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي في بداية العام بيبلغ 9%. بيقول لي فإن مقدار الإضافة أو الخصم على صافي الربح المحاسبي للوصول إلى صافي الربح الضريبي هيبلغ كام؟ هل هضيف 661,360 ولا هخصم الرقم ده، ولا هضيف 440,400 ولا لا شيء مما سبق؟ طيب علشان نحل التمرين ده تعالى ناخد الشروط اللي احنا لسه قايلين عليها. اتفقنا هو اولا السؤال ده بيتكلم على الفوائد المدينة، عرفنا منين؟ هو جايبها لي في التمرين اهي، واضحة بيتكلم على فوائد مدينة. يبقى انا هبدأ افكر في الشروط اللي او اهم الشروط اللي لازم تتوفر علشان اقول ان ده مصروف معتمد ضريبيا. فاتفقنا يعني الشرط الاول انه معدل الفايدة لا يزيد عن مثلي سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي في بداية العام. الشرط الثاني انه متوسط القروض والسلفيات ما يزيدش عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. تمام. طيب هو مديني سعر الخصم والائتمان من البنك المركزي كام؟ 9%. يعني مثلي سعر الخصم والائتمان هيبقى بكام؟ هضرب 9% في 2 هيديني 18%. حلو، هبدأ أقارنه بمعدل الفايدة اللي عندي. طب هو بيقول لي معدلات الفايدة اللي عندي 10.5% و11%، هل في معدل فايدة فيهم أعلى من مثلي سعر الخصم والائتمان اللي هو أعلى من 18%؟ لا مفيش، والاتنين أقل. حلو، يبقى كده أول شرط ده إيه؟ متوافق. تمام كده لغاية كده مفيش مشكلة، لغاية كده أنا بعتبر إن فوائد المدينة دي مصروف معتمد ضريبية. طيب تعالى نشوف الشرط التاني. قال لي متوسط حقوق الملكية بتاع الشركة دي 2.5 مليون. أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، هاخد 2.5 مليون وأضربهم في 4 هيديني 10 مليون. هيديني 10 مليون. طيب يبقى أنا هقارن متوسط القروض والسلفيات بتاع الشركة بمتوسط حقوق الملكية.
بإيه؟ بأربع أمثال متوسط حقوق الملكية، اللي هو كام؟ اللي هو اتفقنا إن هما كام؟ 2.5 في 4 هيديني 10 مليون. طيب يبقى إحنا كده محتاجين نحسب متوسط القروض والسلفيات بتاعة الشركة. طيب تعالى كده نشوف مع بعض. إحنا عارفين إن متوسط حقوق الملكية، خلي بالك هو لو مش مديلك متوسط حقوق الملكية أنا بحسبه إزاي؟ عشان أحيانا هيجي في السؤال ومش هيديهولك، مش هيديهولك بشكل مباشر، لكن ممكن يديهولك إزاي؟ هيقول لك رصيد حقوق الملكية أول المدة بكذا، رصيد حقوق الملكية آخر المدة بكذا، أعرف أجيب متوسط؟ أيوه زيه زي أي حساب، المتوسط هيبقى عبارة عن رصيد أول المدة زائد رصيد آخر المدة على 2. طيب إحنا دلوقتي عاوزين نحسب إيه؟ عاوزين نحسب متوسط القروض والسلفيات. خلاص بنفس الطريق، رصيد القروض والسلفيات أول المدة زائد رصيد القروض والسلفيات آخر المدة على 2. طيب تمام، رصيد أول المدة كام؟ اقرأ كده معايا، هو قال لي رصيد القروض والسلفيات المستحقة على الشركة في أول العام 8 مليون، طب رصيد آخر بقى المدة كام؟ هو بيقول لي حصلت الشركة خلال العام على قرض تاني بمبلغ 20 مليون. طيب يبقى هو كان في الأول 8 مليون، ده رصيد أول المدة، رصيد آخر المدة هيبقى 8 مليون زائد ال20 مليون اللي هما القرض اللي حصلت عليه الشركة خلال العام، يبقى كام؟ 28. طب أعرف أجيب المتوسط بتاعهم؟ أه خلاص عرفنا إن رصيد أول 8، رصيد آخر 28، يبقى هقول 8 زائد 28 على الاتنين، هتطلع بكام؟ طلعت معايا ب 18 مليون. لأ ثواني كده ستوب، إحنا بنقارن بقى متوسط القروض والسلفيات اللي عندي بأربع أمثال متوسط حقوق الملكية. طب وأربع أمثال متوسط حقوق الملكية كام؟ حسبناها ب 10 مليون. متوسط القروض والسلفيات طلعت معايا كام؟ 18 مليون. لا ثواني، ده في زيادة، يعني متوسط القروض والسلفيات أكتر من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية بكام؟ 8 مليون. معنى كده إنه الفوائد اللي اتدفعت على ال 8 مليون دول هي بالنسبة لمصلحة الضرايب بتعتبر مصروف إيه؟ غير معتمد ضريبية. طيب حلو، أحسبها إزاي بقى الفوائد دي؟ الأول انا علشان احسب الفوائد دي بحسب نسبة الزيادة، يعني نسبة الزيادة في متوسط القروض عن المسموح به قانونا. طب احسبها ازاي؟ باخد الزيادة في متوسط القروض دي واقسمه على متوسط القروض والسلفيات اللي انا حسبته فوق واضربه في 100. الموضوع سهل خالص وبسيط، الزيادة عندي طلعت كام؟ 8 مليون، اضربها على كام؟ على ال 18، ولا 8 على 18 في 100 هيديني 44.4%. ده ايه؟ دي حضرتك نسبة الزيادة في القروض عن الأربع أمثال متوسط حقوق الملكية اللي القانون بتاع الضرايب سمح بيهم. تمام كده؟ طيب يبقى أعرف أحسب مقدار الفوائد المدينة الزيادة عن المسموح به. ما احنا بنقول انه الزيادة في القرض 44.4%، يبقى الزيادة في الفوائد بنفس النسبة اللي هي 44.4، بس انا بحسبها على ايه؟ على الفوائد، فهضرب في مبلغ ايه؟ مبلغ الفوائد. يبقى الزيادة فيه او مقدار الفوائد المدينة عن القروض اللي تجاوزت اربع امثال متوسط حقوق الملكية هتساوي مبلغ الفوائد المدينة اللي انا بدفعه كله، اللي هو هنا كام؟ 1,940,000، اضربه فيه نسبة الزيادة في القروض اللي هي عندي زي ما اتفقنا 44.4%، هيديني كام؟ هيديني 661,360. ده بقى ايه؟ ده حضرتك الزيادة في الفوائد المدينة اللي مصلحة الضرايب لا تسمح باعتبارها، أو لا تسمح باعتبارها مصروف معتمد ضريبي. يعني 661,360 دول هو بالنسبة لي مصروف غير معتمد. طب حضرتك ببساطة جدا، مصروف غير معتمد أو مسجل بعمل له إيه؟ هضيفه، يبقى أنا هضيف المبلغ ده لصافي الربح فيه لإقرار الضريبة. النقطة التانية عندي فصلة بتتكلم على العوائد الدائنة. إيه بقى العوائد الدائنة؟ العوائد الدائنة دي عكس العوائد المدينة. العوائد المدينة أنا كنت محتاج فلوس، فباخد الفلوس دي من قروض أو من سلفيات أو من سندات، وبناء عليها بدفع قصادها إيه؟ فايدة. تمام،
هنا بقى العكس، انا هنا عندي زيادة في الفلوس اللي عندي مش بستثمرها، فبروح مش بحطها في النشاط الرئيسي بتاع الشركة مثلا، فبروح اجيب بيها احطها في ودائع في البنوك او اشتري بيها سندات او اوراق مالية، فانا باخد فايدة، الودائع دي تديني انا فايدة، فما دام انا اللي باخد الفايدة دي فهي بتعتبر بالنسبة لي ايراد، فهي فوائد او عوائد ايه دائنة. برضو شكل تاني من اشكال العوائد الدائنة ان انا لو ببيع بالتقسيط فانا باخد فايدة على ثمن السلعة اللي ببيعها، ففي الحالة دي برضو تعتبر بالنسبة للشركة فوائد دائنة، ففايدة البيع بالتقسيط هي تعتبر فوائد دائنة مرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة. طيب بالنسبة بقى مصلحة الضرائب أو المعاملة الضريبية، مصلحة الضرائب قالت لك لو الفايدة اللي أنت بتاخدها أو الفوائد الدائنة دي، الفوائد الدائنة لو مرتبطة بنشاط الشركة، زي ما احنا كنا لسه بنقول إن أنا عندي سلعة ببيعها بالتقسيط، فما دام تقسيط فبحط فايدة على ثمنها زيادة، فدي تعتبر فوائد دائنة مرتبطة بالنشاط، مصلحة الضرائب قالت لك دي بتعتبر إيراد خاضع للضريبة. طيب لو غير مرتبطة بقى بالنشاط، زي ما احنا كنا لسه بنقول في الأول إن أنا عندي فائض في النقدية بتاعتي فبستثمره في استثمارات خارج نشاط الشركة، زي إن أنا أحطه في ودائع في البنوك أو إن أنا أشتري سندات أو أوراق مالية وأستفيد بيه الفايدة اللي هتجيلي منها، هي تعتبر إيراد خاضع، ولكن في إعفاء بقى في النقطة دي اللي هو إيه؟ اللي هو لو السندات اللي أنا اشتريتها ديت هي سندات مقيدة بالبورصة، الحالة دي العوائد الدائنة اللي أنا هاخدها من السندات دي غير خاضعة للضريبة. الحمد لله، هو كده القانون قال لك ده إيراد بالنسبة لك معفي، مش هنحسب لك عليه ضريبة، بس في حالة إيه؟ إن أنت خدت أو اشتريت سندات مقيدة في البورصة. طيب النقطة التانية، إن أنت اشتريت أوراق مالية يصدرها البنك المركزي أو شهادات إيداع وإيرادات ناتجة عن التعامل فيها، يبقى أنا عندي الأوراق المالية أو السندات المقيدة بالبورصة والأوراق المالية اللي بيصدرها البنك المركزي وشهادات الإيداع بتاعة برضو البنك المركزي، الاتنين دول الفوائد الدائنة اللي بتحصل عليها منهم بتعتبر إيراد إيه معفي ضريبية. طيب تعالى كده نحل التمرين رقم 2، قال لي بفرض أن الأرباح الضريبية من وقع الإقرار الضريبي بلغت 600 ألف جنيه، وكان قد أدرج بقائمة الدخل 400 ألف جنيه فوائد سندات طرحتها أحد الشركات المساهمة المقيمة والمقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية، فإن صافي الربح القادر على الضريبة هيبلغ كام؟ ألف 400 ألف، ب صفر، ج 200 ألف، د لا شيء مما سبق. راح خالص كده، هو مديني الأرباح الضريبية ب 600 ألف، تمام، مدرج بقائمة الدخل 400 ألف، إيه بقى 400 ألف جنيه دول؟ قال لي فوائد سندات طرحتها أحد الشركات المساهمة المقيدة بسوق الأوراق المالية. خلي بالك من الألفاظ ومن الكلام، هي فوائد سندات ماشي، فوائد بقى دائنة ولا مدينة؟ هو مين اللي طرح السندات دي؟ أحد الشركات المساهمة، يعني مش أنا، يعني مش الشركة بتاعتي، صح؟ ماشي، مش الشركة بتاعتي اللي طرحت السندات، معنى كده إنه الشركة بتاعتي هي اللي اشترت السندات دي اللي شركة تانية طرحتها، صح؟ طب الشركة اشترت السندات يبقى هتاخد فوائد ولا هتدفع فوائد؟ هي اللي دفعت الفلوس، هي اللي اشترت السندات دي، يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد فوائد، وما دام هتاخد فوائد يبقى دي فوائد دائنة ولا مدينة؟ هي اللي هتاخدها مش هتدفعها، يبقى دي فوائد ايه؟ فوائد دائنة، إيراد. طيب دي كده أول نقطة، يبقى عرفنا إن 400 ألف جنيه دول فوائد دائنة، بس عن إيه بقى؟ تعالى بقى نشوف، إحنا عارفين إن الفوائد الدائنة لو مرتبطة بالنشاط يبقى إيراد خاضع، لو غير مرتبطة بالنشاط بشوف لو هي عن سندات مقيدة يبقى معفية، لو عن أوراق مالية بيصدرها البنك المركزي يبقى معفية، لو عن أوراق مالية تانية لا بتعتبر برضو إيراد خاضع عادي جدا. طب هنا في سندات مقيدة، قال لي اه السندات مقيدة خلاص، يبقى بالنسبة لي دي ايه؟ دي فوائد دائنة معفاة ضريبية. طيب ما هو يعني ايه؟ يعني إيراد خاضع ولا غير خاضع؟ إيراد غير خاضع. طب هو قال لي ان هو مدرج بقائمة الدخل، إيراد غير خاضع ومسجل، بنعمل له ايه؟
زي ما انت متعود معايا، ايراد غير خاضع ومسجل بيخصم. يبقى ال 400,000 دول انا هعمل لهم ايه؟ هخصمهم. طيب فعندي الارباح الضريبيه 600، ولما اخصم منها 400,000 هيديني كام؟ 200,000. فيبقى صافي الربح الخاضع للضريبه هيبلغ كام؟ الدور الصحيح هيبقى جيم 200,000 جنيه. طيب خلي بالك بقى من الشرط ده عشان مهم جدا جدا جدا، اللي هو ايه بقى؟ قالك لا تستفيد الشركة من الإعفاء الخاص بالعوائد الدائنة إلا إذا كان الوعاء الضريبي ربحا وفي حدود ذلك الربح. يعني إيه؟ يعني لو الشركة محققة خسارة ساعتها الفوائد الدائنة دي اللي أنا بقول إن هي معفاة، إن هي جاية عن سندات مقيدة بالبورصة أو جاية من أوراق مالية بيصدرها البنك المركزي أو شهادات إيداع بتاع البنك المركزي، دي اللي أنا بعتبرها فوائد دائنة معفاة، ساعتها هتكون خاضعة للضريبة عادي جدا. إمتى؟ لو الشركة محققة خسارة وليس ربح. تمام. النقطة التانية، لو مبلغ الفوائد الدائنة المعفاة دي أكبر من الوعاء الضريبي بتاع الشركة، يعني الشركة محققة ربح تمام، بس الربح اللي محققاه المبلغ بتاعه أقل من المبلغ بتاع الفوائد الدائنة المعفاة ده، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها القانون قال لك ان احنا هنعفي بس في حدود الربح الضريبي بتاع الشركة. نفهم اكتر بالامثال. بيقول لي بفرض في المثال السابق ان وعاء الضريبة بلغ 300,000، فان صافي الربح الخاضع للضريبة في هذه الحالة هيبلغ كام؟ ركز معايا، هو قال لي وعاء الضريبة بكام؟ ب 300,000. طب انا عندي الفوائد الدائنة المعفاة تمرين رقم 2 قال لي كام؟ قال لي ب 400,000 جنيه فوائد سندات مقيدة بالبورصة المصرية او بسوق الاوراق المالية المصرية. يبقى في الحالة دي انا هعفي كام؟ قلنا بنعفي في حدود وعاء الضريبة اللي هو كام؟ 300,000. طيب هعفيهم يعني ايراد، هو ايراد غير خاضع اللي هو كام؟ اللي هو 300. تمام. يبقى 300 هطرحها من وعاء الضريبة اللي هو كام؟ 300 برضه. فيبقى صافي الربح الخاضع للضريبة في الحالة دي هيبقى كام؟ صفر. لأن تاني احنا بنقول بنعفي في حدود ايه؟ وعاء الضريبة. وعاء الضريبة هو مديهولي ب 300 والإيرادات المعفاة ب 400. في الحالة دي أنا مش هعفي 400 كلهم، أنا هعفي 300 بس اللي هما في حدود وعاء الايه؟ الضريبة، ودول اللي هطرحهم هعفيهم يعني ايه؟ يعني هعتبرهم إيراد غير خاضع. طب ايراد غير خاضع ومسجل بعمل له ايه؟ بخصمه، فبالتالي هخصمهم من وعاء الضريبه. فلما اخصم 300,000 من 300,000 صافي الربح الخاضع للضريبه هيبقى كام؟ صفر. يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى ب صفر. طيب الكذبه الاخيره انه الشركه حققت خساره ضريبيه ايا كان مبلغها بقى، وانا قال لي 200,000، فان الفوائد الدائنه الخاضعه للضريبه هتبقى كام؟ الشركه حققت خساره. اتفقنا انه لو الشركة حققت خسارة في الحالة دي الفوائد الدائنة حتى لو كانت عن سندات مقيدة بالبورصة او كانت عن اوراق مالية اصدرها البنك المركزي او شهادات ايداع بتاع البنك المركزي، انا هعتبرها كلها فوائد دائنة خاضعة للضريبة. امتى؟ لما تكون الشركة حققت خسارة. يبقى اذا الاجابة هنا عندي الفوائد الدائنة الخاضعة للضريبة هتبلغ كام؟ زي ما هي مبلغ الفوائد كله اللي عندي في التمرين اللي هو 400,000 جنيه، هيفضلوا زي ما هما 400,000 جنيه كلهم خاضعين لإيه؟ للضريبة، لأنه الشخص الاعتباري لا يستفيد بالإعفاء في حالة إنه محقق إن هو يكون محقق خسارة ضريبية، علشان في الحالة دي طبعا هيزود الخسارة الضريبية. طيب الشرط التاني بقى اللي هو حطهولي علشان الشركة تستفيد بالعوائد الدائنة المعفاة، قال لي ضرورة الربط بين العوائد الدائنة والعوائد المدينة. إزاي؟ يعني هو لو مديني في السؤال عوائد مدينة وعوائد دائنة، قبل ما أخصم العوائد الدائنة اللي هي المعفاة، اتفقنا اللي هما إيه؟ إن هما الحاجتين دول اللي هما عن سندات مقيدة بالبورصة أو عن أوراق مالية أصدرها البنك المركزي وشهادات الإيه؟ الإيداع. ماشي، لقيت إن دول إن العوائد الدائنة فعلا للشركة بتحصل عليها جاية من الاتنين دول، في الحالة ديت أنا بعتبرها فوائد دائنة معفاة. بس قبل ما أروح
أخصمها من صافي الربح المحاسبي لو لقيت عندي في التمرين فوائد مدينة، بخصم الأول الفوائد المدينة من المبلغ بتاع الفوائد الدائنة، والناتج هو اللي بطرحه من صافي الربح المحاسبي. يعني لازم أستبعد الأول فوائد الإيه المدينة، وطبعا المبلغ الناتج بقارنه بيه صافي الربح المحاسبي. يعني لو كان أكبر من صافي الربح المحاسبي مش هاخده كله، هاخد بس في حدود صافي الربح. لو الشركة معاها خسارة زي ما اتفقنا، الفوائد الدائنة ساعتها كلها بعتبرها أي خضار الضريبة، فمش هخصمها أصلا. تمام، لكن تعال نحل التمرين ده هنفهم إن أنا بتكلم فيه أكتر. بيقول لي شركة مساهمة مصرية أظهرت قائمة الدخل الخاصة بها مصاريف تمويلية فوائد مدينة بكام؟ 500,000 جنيه. فوائد دائنة كانت كالتالي: فوائد سندات مقيدة بالبورصة المصرية 450,000 جنيه، فوائد شهادات إيداع البنك المركزي 200,000 جنيه. بيديني إن صافي الربح المحاسبي بتاع الشركة 3 مليون جنيه. هو طالب مني مقدار الخصم أو الإضافة على صافي الربح المحاسبي للوصول إلى صافي الربح الضريبي هيبلغ كام؟ هل هضيف 150,000؟ أخصم 150,000؟ أخصم 650,000؟ ولا العشرين من أصابع؟ طيب أنا هنا عندي فوائد مدينة بكام؟ ب 500,000. فوائد دائنة، تعالى نشوف الأول هل هي معفية ولا لأ. هو مديني فوائد سندات مقيدة بالبورصة 450,000، دي معفية علشان سندات مقيدة، لو مش مقيدة هتبقى مش معفية. ماشي، فوائد شهادات إيداع البنك المركزي أو مدام خاصة بالبنك المركزي هتبقى معفاة بكام؟ ب 200,000. يبقى إذا عندي فوائد الدائنة المعفاة بكام؟ 450 زائد 200 هيديني 650,000. طب حلو، دي كده إيه فوائد دائنة معفاة. وعندي في التمرين فوائد مدينة، يبقى قبل ما أروح أقارن بصافي الربح المحاسبي هطرح الأول زي ما اتفقنا، هطرح فوائد المدينة من فوائد الدائنة. طبعا عندي فوائد الدائنة 650,000، لما أطرح منها فوائد المدينة اللي هو 500,000 هيديني كام؟ هيديني 150,000. طب 150,000 أكبر من ولا أقل من صافي الربح المحاسبي اللي هو 3 مليون؟ طبعا أقل من 3 مليون، فبالتالي هخصم 150,000 كلهم من صافي الربح المحاسبي اللي هو 3 مليون، هيديني 2,850,000. يبقى كل اللي أنا هعمله إن أنا أخصم كام؟ أخصم 150,000 من صافي الربح المحاسبي للوصول إلى صافي الربح الضريبي. فالإجابة الصحيحة هنا هتبقى ب. أكتر حاجة عندي في الفصل ده بتتكلم على المعاملة الضريبية لتكاليف التمويل والاستثمار للإيرادات المعفاة أو غير القابعة للضريبة. خلي بالك إنه مادام عندي إيراد معفاة أو إيراد معفي أو إيراد غير خاضع للضريبة، لازم أي مصاريف بتخص الإيراد ده أعينها من ضمن محطهاش من ضمن المصروفات. يعني المصاريف اللي بتقابل أو اللي بصرفها علشان أحقق الإيراد ده لازم تستبعد، يعني تعتبر مصروفات غير خاضعة للضريبة. فهنا برضو بنتكلم في مصاريف التمويل والاستثمار للإيرادات المعفاة، فدي بتشمل حاجتين: الفوائد المدينة أو المستحقة على القروض أو السلفيات أو الديون أو أي صورة من صور التمويل بالدين، زي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها لما جيت قلت لك إنه قبل ما أطرح الفوائد الدائنة المعفاة لازم أخصم منها الفوائد المدينة. احنا عملنا ده ليه؟ لأن الفوائد المدينة هي مصروف بنعتبرها كمصروف مقابل للفوائد الدائنة المعفاة، فلازم استبعدها الاول. بنفس الطريقه هنا بنتكلم بقى ان تكاليف التمويل والاستثمار بتشمل فوائد المدينه زائد المصاريف العموميه والاداريه الناتجه عن مزاوله النشاط، ولكن لا يدخل ضمنها الاهلاك والمخصصات. خلي بالك من النقطه دي، يعني لازم نقول المصروفات العموميه والاداريه بدون الاهلاك والمخصصات، عشان هيديها لك في المساله وممكن يكون جايبها مرة بالعلاج والمخصصات ومرة من غير العلاج والمخصصات، ممكن يكون جايب ده لوحده وده لوحده. انت بتاخد ايه؟ اللي بتاخده المصروفات العمومية والإدارية بدون الإهلاكات والمخصصات. طيب استفادها ازاي؟ قالك لو عندي طريقتين علشان احدد تكاليف التمويل والاستثمار
اللي بتنتج عن الإيرادات المعفاة. الطريقة الأولى طريقة التخصيص، إن الإيراد ده أصلا أو أنا بستخدم الغرض من الحصول على الأموال هو استثمارها في إيراد معفاة، يعني أنا بجيب الفلوس دي عشان أستثمرها في الإيراد ده بس. في الحالة دي خلاص إحنا عارفين إنه إيه، هيبقى الإعفاء هيقتصر على المزاد في العوائد الدائنة المعفاة عن عوائد المدينة زي ما عملنا في التمرين اللي فات، دي ما فيهاش مشكلة. الطريقة التانية ودي الأكثر شيوعا، إنه ما يكونش في الغرض الوحيد هو الاستثمار في إيرادات معفاة، ده اللي بيحصل في الواقع أكتر، فبالتالي ساعتها تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بإيرادات المعفاة أحسبها إزاي؟ هاخد المصروفات العمومية والإدارية بدون الإهلاكات المخصصة زي ما اتفقنا، أضربها في الإيرادات المعفاة على إجمالي الإيرادات، يعني هاخد نسبة المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإيرادات المعفاة، ودي اللي هتعتبر بالنسبة لي مصروف غير معتمد أو تكاليف تمويل واستثمار غير معتمدة ضريبية. أحسبها إزاي؟ قلنا المصروفات العمومية والإدارية بدون الإهلاكات والمخصصات في الإيرادات المعفاة على إجمالي الإيرادات. تعالى نحل التمرين ده مع بعض. بفرض أن الشركة بلغ حجم القروض الحصرة طرية 10 مليون جنيه، وذلك لتمويل استثمارات الشركة في سندات مقايضة بسوق الأوراق المالية، حجم الإيرادات المحققة من السندات دي خلال الفترة الضريبية 1.5 مليون، فإذا علمت أن إيرادات الشركة الإجمالية بلغت 25 مليون، المصاريف العمومية والإدارية من غير المخصصات والإهلاك 0.5 مليون، صافي ربح الشركة من واقع قومي لدخل 2.5 مليون، فإن ما يضرب في الإيقاف الضريبي للشركة هيكون ألف، هل هضيف 150 ألف وأخصم 3 آلاف، ب هخصم 3 آلاف وأضيف 150 ألف، ج هخصم 150 ألف 150 ألف أو 1.5 مليون وأضيف 3 آلاف، د لا شيء مما سبق. طيب هنا بنتكلم على ايه؟ هو هنا بيقول لي حجم القروض اللي حصلت عليها الشركة 10 مليون، ليه؟ لتمويل استثمارات، يبقى انا بتكلم في تكاليف التمويل والاستثمار، ماشي، في سندات مقيدة. طيب هي بتستثمر في سندات مقيدة في صورة أوراق مالية، معنى كده ان الفوائد اللي هتاخدها عن السندات دي بتعتبر ايه؟ فوائد دائنة معفاة، صح كده زي ما اتفقنا. طيب قال لي حجم الإيرادات المحققة من السندات دي خلال الفترة الضريبية 1.5 مليون جنيه، معنى كده ان هي بالنسبة لي دي ايراد، دي بالنسبة لي ايه؟ عوائد دائنة معفاة. طب هي عوائد دائنة معفاة لان هي زي ما اتفقنا تم الحصول عليها من سندات مقيدة، فبالتالي هي ايراد غير خاضع ومسجل، بعمل له ايه؟ هخصم. يبقى كده اول حاجة 1.5 مليون دول هخصمه. طيب كمل معايا التمرين، بيقول لي فإذا علمت ان ايرادات الشركة الاجمالية بلغت 25 مليون، وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 0.5 مليون جنيه، طيب أنا عندي مصاريف عمومية وإدارية وعندي إيرادات معفاة، تمام، مادام عندي إيرادات معفاة لازم أشيل الأول اللي هو إيه، اللي هو نصيب الإيرادات المعفاة ديت من المصاريف العمومية والإدارية. طب أنا عندي المصاريف العمومية والإدارية 0.5 مليون، ماشي، الإيرادات المعفاة 1.5 مليون، إجمالي إيرادات الشركة 25 مليون، يبقى أقدر أحسب نصيب الإيرادات المعفاة من المصاريف العمومية والإدارية. ببساطة جدا هاخد المصاريف العمومية والإدارية اللي هي 0.5 مليون، أضربها في 1.5 مليون اللي هي الإيرادات المعفاة على إجمالي إيرادات الشركة اللي هي 25 مليون، هيديني كام؟ هيديني 3 آلاف جنيه، ديت تكاليف التمويل والاستثمار اللي بتدفعها الشركة عن فوائد دائنة معفاة أو إيرادات معفاة، ودي طبعا بالنسبة لي تعتبر مصروف غير خاضع، فبما إنه مدرك في قائمة الدخل فهو مصروف غير خاضع ومسجل، فبعمل له إيه؟ بضيف. يبقى إذا كل اللي أنا عملته إن أنا خصمت 1.5 مليون بتوع الفوائد الدائنة المعفاة، وأضفت 3 آلاف جنيه بتوع تكاليف التمويل والاستثمار اللي لا تعد تكاليف واجبة الخصم، فيبقى الاختيار الصحيح عندي هيبقى جيم، هخصم 1.5 مليون وأضيف 3 آلاف. كده يكون انتهى السيكشن الرابع اللي أخدنا فيها واتكلمنا فيه عن المعاملة الضريبية للفوائد المدينة، فعرفنا إنه لازم تتوافر فيه الفوائد المدينة مجموعة من الشروط علشان نعتبرها فوائد واجبة الخصم، ده طبعا بالنسبة للشركات اللي هي غير البنوك وشركات التمويل التأمين أو الشركات اللي بتباشر نشاط التمويل. أهم الشروط دي إنه مبلغ فوائد المدينة ما يزيدش عن مثلي سعر الخصم والائتمان
المعلن عند البنك المركزي في بداية العام، وإن القروض والسلفيات اللي بتدفع الشركة عليهم فوائد المدينة دي ما تزيدش عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. بعد كده اتكلمنا على الفوائد الدائنة، والفوائد الدائنة بتعتبر إيراد خاضع للضريبة لو كانت مرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة زي فايدة باب التقسيط أو فايدة التأخير. أما لو مرتبطة لو غير مرتبطة بنشاط زي إن الشركة بتستثمر أموالها في ودائع في البنوك أو سندات وأوراق مالية فهي بتعتبر خاضعة، ولكن لو كانت الشركة بتستثمر في سندات مقيدة بالبورصة أو أوراق مالية تصدرها البنك المركزي شهادات بتاع البنك المركزي، في الحالة دي الفوائد الدائنة اللي بتاخدهم من الأوراق دي الأوراق المالية دي بتعتبر إيه؟ إيراد معفي. بس خلي بالك الإعفاء لازم يكون فيه حدود الوعاء الضريبي، وإنه لازم يكون الشركة الوعاء الضريبي بتاعها ربح وليس خسارة، فلو كان خسارة فمش هتستفيد بالإعفاء الضريبي ده. النقطة اللي بعد كده إنه لازم أقارن ما بين العوائد الدائنة المعفاة والعوائد المدينة، فقبل ما بستبعد العوائد الدائنة المعفاة بطرح منها الأول العوائد أو الفوائد المدينة، وطبعا بتكون العوائد الدائنة المعفاة في حدود صافي الربح يعني مش أكتر منه. النقطة الأخيرة اللي اتكلمنا فيها الفصل ده هي المعاملة الضريبية لتكاليف التمويل والاستثمار، فأنا باخد المصروفات العمومية والإدارية بدون الإهلاكات والمخصصات أضربها في الإيرادات المعفاة على إجمالي الإيرادات علشان يديني نصيب الإيرادات المعفاة من المصروفات العمومية والإدارية واللي بعتبره مصروف غير معتمد ضريبيا. كده يكون انتهى السكشن الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.